نحييكم مشاهدينا الكرام ونقدم لكم حلقة جديدة من ضيف التحرير، حيث سنتحدث اليوم عن التصريح الحكومي الذي قدمه عزيز أخنوش رئيس الحكومة أمام البرلمان بغرفتيه، والذي تضمن عدة التزامات أبرزها التنزيل الفعلي للنموذج التنموي وإنعاش الاقتصاد الوطني، بالإضافة لإحداث 1,000,000 منصب شغل في السنوات الخمسة المقبلة، فضلا عن تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، إلى جانب تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها ودعم القطاع الصحي عبر زيادة عدد الفاعلين في القطاع وتوفير البنى التحتية اللازمة لذلك. للتعرف على تفاصيل هذا البرنامج الذي جمع في عناوينه العريضة بين شق اقتصادي وآخر اجتماعي، أرحب باسمكم بالسيد خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة، والذي ينضم إلينا من وجدة. دكتور أهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم سيد. دكتور، إذن كما تابعت التصريح الحكومي يوم أمس من طرف السيد عزيز أخنوش أمام البرلمان بغرفتيه، غلب عليه الشق الاقتصادي والاجتماعي، جاء ذلك أكيد بسبب عدد من المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أيضا بدورها تنضاف لتوجيهات ملكية سامية تتمثل في مجموعة من الأوراش، برامج طموحة من الجيل الجديد، وعلى رأس القائمة أكيد النموذج التنموي، خطة الإنعاش الاقتصادي، منظومة الحماية الاجتماعية وغيرها. كيف تابعت التصريح الحكومي وما فيه من التزامات وتحديات ورهانات في نفس الوقت؟ أكيد أن أي تصريح حكومي مثل ما كان من رئيس حكومة في المغرب طبقا للفصل 88 من الدستور المغربي لابد أن يتضمن يعني جوانب استشرافية، لأنها يعني جوانب هي نمط عمل الحكومة وهي مسار نمط عمل الحكومي للسنوات التي في عمر الحكومة دستورية. لذلك يعني ليس من باب محاكمة النوايا، ولكن من باب تقييم هذا الطرح الذي أو هذا البرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة أمس، أعتقد أنه يبدو أنه يعني غير مسبوخ من الناحية المنهجية، من ناحية علاقة نشينا نقول الجانب السياسي بالجانب البرامج، لأنه لو كانت هذه البرامج وهذه المخططات نبعت من يعني حكومة يعني بإيديولوجية نشينا نقول كما كان في مرحلة مثلا السابق رمضان بيش في رمضان أو غيرها من الحكومات، إذن هذا دليل على أن المسألة لم تعد مرتبطة أبدا بالسياقات السياسية للأحزاب السياسية في المغرب، لأن الأحزاب السياسية الآن التي تقود الحكومة سواء من الأحزاب التاريخية كما هو الحال بالنسبة للاستقلال، أو الذي يترأس هذه الحكومة كما هو الحال بالنسبة للتجمع الوطني الأحرار وأيضا حزب الأسرى والمصري، يبدو أن لديها الآن مشروعية أساسية هي مشروعية وشرعية أيضا انتخابية، بمعنى أن وجودها جاء انطلاقا من عملية انتخابية وعملية ديمقراطية والذي ذكره السيد رئيس الحكومة في بداية كلامه، وتأكد على أن هناك مسارا ضروريا لدولة ديمقراطية، دولة الحقوق والحريات إلى آخره، وهذا يعطينا يعني نفسا أو تحليل النفس الاجتماعي لهذه الحكومة، لأن هذه الحكومة جاءت في سياق سياسي مرتبط بخروج حكومة اعتبارات ربما عدم خدمتها المرتكزات الاجتماعية وإصرارها على ربما المعطيات الماكرو اقتصادية للدولة، ربما حققت في ذلك يعني جوانب إيجابية وما تمنه جلالة الملك في افتتاح الخطاب الأخير، ولكن أيضا لا ننسى بأن العمل الحكومي لا بد أن يمتد على مستوى اجتماعي، لذلك أنا أجد بأن هذه الأبعاد الاجتماعية ربما أسبق في وجهة نظري من وجهة نظري عن الأبعاد الاقتصادية، وإن كانت الكليهما يتدخلان في مسائل ترتبط بالصحة العمومية، صحة المواطنين والتمدرس ومسألة المرأة وكثير من المحاور التي كانت أساسية في هذا البرنامج. صحيح، وأيضا ما يؤكد كلامك دكتور أن هناك مصطلح جديد ربما في القاموس السياسي تبعناه في التصريح الحكومي، وتعلق الأمر بالدولة الاجتماعية والركائز التي تبنى عليها، هل هذا هو الرهان الأساسي وهل نحن بالفعل أمام عقد اجتماعي جديد بدأه العاهل المغربي بأوراش هامة تصون كرامة المغاربة، عززت مكانة المملكة على المستوى الجهوي والقاري وأيضا الدولي عبر بناء مشترك لكل من البنيان والإنسان معا؟ البعد الاجتماعي والدولة الاجتماعية التي تفضلتم بذكرها أعتقد أنها ينطلق من البعد الذي تحدده الرؤية الملكية السامية، لأنه مرتبط ببرنامج اجتماعي طموح حدده جلالة الملك
قبل أكثر من سنة في مجموعة من خطاباته وأكد عليه، وهو يتضمن مجموعة من المحاور على المستوى الاجتماعي، على مستوى التغطية الاجتماعية بمحاورها الأربعة. وبالتالي أعتقد أن أي حكومة كيفما كانت طبيعتها لا بد أن تراعي هذا البعد الأساسي في هذا التوجه الاجتماعي. ولكن كما سبق أن قلت، يعني أنه ربط حكومة السيد أخنوش بالمستوى الاجتماعي، يعني ربط يبدو أنه يعني لم يكن منتظرا ربما من كثير من المحللين، لأن طبيعة التركيبة السياسية قد تكون يعني تميل أكثر نحو الجانب يعني التنموي الاقتصادي، ولكن حرصها على هذا الجانب الاجتماعي الذي يتضمن شق كبير جدا فيما يتعلق بالطموح في تنزيل مجموعة من الأوراش ترتبط بالشق الاجتماعي وبالتغطية الاجتماعية، سواء تغطية صحية أو مثلا التعويض عن الشغل أو التقاعد أو التعويضات العائلية الأخرى، كلها برامج أعتقد أنه في الطرح الذي طرحت فيه في إطار مخطط ينتهي في 2025 سيكون ذلك إن تحقق على مستوى 100% سيكون ذلك إيجابي جدا، وإن تحقق بقليل أقل سيكون ذلك أيضا في مسار إيجابي. وهذا الأمر هو الذي سيحدد في شكل كبير جدا هذه الطابع الاجتماعي للحكومة. أعتقد أنه من ناحية الترقيم، من ناحية يعني الإعداد الزمني لهذه المخططات الاجتماعية كلها كانت يعني موجودة. أيضا على المستوى الاقتصادي، وإن كان شق أساسي لكثير من الجوانب الاقتصادية فيما يتعلق بالطبقة الوسطى ولا سيما الطبقة الوسطى الفلاحية كما ذكر السيد أخنوش في برنامجه، ترتبط أيضا بهذا الجانب الاجتماعي، بمعنى أنه الشق الاجتماعي يتداخل أحيانا مع الشق الاقتصادي في البرنامج، وأحيانا يكون مستقلا في أبعاد متعددة على المستويات يعني مباشرة فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية أو على مستويات قطاعية فيما يتعلق مثلا بمسألة التربية والتكوين والتعليم وأيضا مسألة الصحة العمومية أو قطاع الصحة بصفة خاصة. إذن هذه الجوانب هي التي يمكن من خلالها أن نقول بأنه فعلا أن هذا البرنامج يمكن أن يتضمن هذا الشكل الاجتماعي بشكل كبير، وأن هذه الدولة الاجتماعية هي دولة أساسية اليوم في مرحلة استجابة كوفيد، لأنه إذا كان يعني الدولة التي لا تخدم مصالح المواطنين، وهذا عملي بالنسبة للمغرب، كانت أولا سباقة إلى مسألة التلقيح مجاني للمواطنين بجرعات متفاوتة، وهذا الأمر يعني يجب أن يتكرس على الأقل في هذا المستوى الصحي، المستوى التعليمي. هناك برامج طموحة على مستوى التعليم، على مستوى التعليم الأولي، مستوى التعليم بكل مراحله وصولا إلى المستوى الجامعي، وأعتقد أن هذا البرنامج يعني يحمل هذا النفس الاجتماعي العميق والذي يتمحور حوله يعني البرنامج الحكومي للسيد رئيس الحكومة ولحكومته بصفة عامة. أكيد السيد رئيس الحكومة حين تحدث عن تصريح الحكومي قال بأنه نهل من التوجيهات الملكية السامية في مجموعة من القطاعات والأصعدة، وفي نفس الوقت من الالتزامات التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية، واستشهد بمجموعة من التوجيهات الملكية على غرار ما تحدث عنه العاهل المغربي في خطابه أمام البرلمان حين تحدث عن المخزون الاستراتيجي، الأمن الاستراتيجي من غذاء ودواء وأيضا على المستوى الطاقي. إلى أي درجة يمكن أن تستفيد الحكومة من هذه الرؤى والتوجيهات وفي نفس الوقت من الخبرات واستنادها لبرامجها الحزبية التي كانت تصب في هذا المجال، بالإضافة إلى مناخ مغربي جيد؟ يعني نعود مرة أخرى للأرقام، العاهل المغربي تحدث عن نمو القطاع الفلاحي يتوقع أن يصل ل 17%، نمو كلي بين 5.5% بالنسبة لاقتصاد المملكة المغربية على الرغم من كل تداعيات جائحة كورونا. هذه المعطيات كلها كيف يمكن أن تساعد الحكومة على تنزيل برنامجها الحكومي خلال ولايتها الحالية؟ أولا أنا من الأشخاص الذين يقرون بتقدم الدولة وعلى رأسها طبعا رئيس الدولة الذي هو جلالة الملك في التصورات، في طرح التصورات على التصورات الحزبية أو يعني ذات الطابع الحزبي، بمعنى أن الأوراش الكبرى للمغرب ما يتعلق بالمستوى الاجتماعي كلها كانت من برامج ذات يعني بعد ملكي، وهذا أيضا يعني تجاوزا لكل ذلك يعني حتى فيما يتعلق بمسألة يعني النموذج التنموي والتقرير النموذج التنموي، وكان مبادرة ملكية، كان سعيا ملكيا، كان استباقا ملكيا لمستوى التصورات، فإن كان كما جاء فيه أنه التصور يبقى دائما قابل للانفتاح أو منفتح على تغييرات متعددة أو ممكنة. وبالتالي أعتقد أنه في طرح الحكومي اليوم الذي يرتكز على المبادئ الخمسة هي مبادئ قائمة أو يعني تنهال من تقرير النموذج التنموي المغربي، وحتى فيما يتعلق بالنقاط
العشرة التي وضعت فيها البرنامج، أعتقد أنها تتماهى وتنسجم مع مقررات ومخرجات ومسارات النموذج التنموي، وإن كانت يعني أيضا لديها طابع إن شاء الله نقول حزبي فيما يتعلق بالبرامج، لأن هذه البرامج عندما نقاربها قبل الانتخابات نجد أن اختلافات فيما بينها يعني اختلافات ضئيلة، وبالتالي كل هذه المسارات يبقى قلت جانب النظري والتصوري والاستشراف الذي طرحه جلالة الملك في مستويات متعددة وخطابات سابقة يحتاج إلى تنزيل على المستوى العملي، وهذا هو الدور للسلطة التنفيذية التي يترأسها أو التي هي الحكومة أو أعضاء الحكومة بصفة عامة. صحيح، وهنا ربما طرحنا مسألة دكتور اسمح لي المقاطعة، أن مثلا يعني الشيء بالشيء يذكر عزيز أخنوش قبل أن يصبح رئيسا للحكومة هو قبل كل شيء كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري، وبالتالي لديه خبرة في هذا المجال، ونحن يعني كمملكة مغربية نعرف قيمة القطاع الفلاحي في النسيج الاقتصادي، وسيحقق نسب نمو تتجاوز 17%، وحين يتحدث العاهل المغربي عن مخزون استراتيجي فرضته ربما المتغيرات من جائحة كورونا، فنحن نتحدث عن مخزون استراتيجي في الغذاء في الطاقة، والمغرب يعتبر رائد في مجال الطاقة، وبالتالي هناك قد نقول معطيات قد تساعد الرجل في تنزيل برنامجه الحكومي. نعم، كنت سأرجع على ذلك، والقول بأن هذه المخططات والرؤى الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي بالأمن الاستراتيجي المغربي هي أيضا مهمة بالنسبة للطرح الذي جاء في الحكومة على مستوى الأرقام، على مستوى التصورات، طبعا على مستوى السياسات القطاعية كما تفضلت بالذكر أن هناك مجالات متعددة التي من خلالها يمكن أن نضمن هذا الأمن، الأمن الصحي، الأمن الغذائي، الأمن المعرفي، الأمن يعني الروحي، الغير من مجالات الأمنية التي يمكن أن تكون للحكومة أيضا دور أو اتجاه أو يعني يد أساسية في تنزيله. لهذا أقول بأن هناك نوع من يعني إيجابية في طرح الحكومة فيما يتعلق بالتماهي وب يعني تنزيل هذه الأوراق كلها، ولكن أيضا يجب أن نذكر بأن هناك بعض يعني الحالات التي تحتاج إلى توضيح أكثر فيما يتعلق بالنسبة للنمو، فيما يتعلق لأن ربما يعني على كل حال طموحات في بعض الحكومات السابقة التي كانت تتوقع 7% إلى آخره أو 5% ربما يعني في الحكومة الأخيرة قد وصلت، ولكن وصلتها بطريقة يعني ليست متكاملة إلى آخره. ربما هذا الأمر أثر على الطرح الذي وضعته الحكومة الحالية وجعلت السقف في 4%، وهذا الأمر يعني قد لا يساعد في تنزيل أولا شقين أساسيين، لأننا في المغرب اليوم أعتقد أن هناك مساران متكاملان، مسار أول هو مسار بطبيعة اجتماعية تحدثنا عنه، هناك التزامات كثيرة، هناك حاجيات اجتماعية كثيرة تحتاج إلى تمويلات مرافقة، وأيضا أن هناك حاجة أساسية للتمويل التنمية، لأن هذه التنمية ومن خلالها الذي نستطيع أن نحقق هذه النسب الأساسية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أيضا إضافة إلى جاذبية المملكة المغربية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية. كل هذه الأشياء أعتقد أن طموحات الحكومة يجب أن تكون ربما في وجهة نظري أكثر يعني سقف أكبر من 4%، لأنه عمليا ربما من خلال الأرقام يعني كل نقطة من نقاط هذا النمو قد لا توازيها من الناحية العملية سوى 25,000 تقريبا منصب شغل، وبالتالي إذا كنا 4% فإن العدد سيكون تقريبا هو 100,000 منصب شغل في كل سنة، في حين أن الحكومة تترقب أو تتطلع إلى المليون منصب شغل. ربما هذا في المستوى الذي ذكرت على المستوى القطاعي المستوى الفلاحي، أعتقد أنه الإنتاج المغربي وعلى المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى السياسات التي تبناها المغرب في العشر سنوات الأخيرة أو الأقل من هذه العشر سنوات كانت بنتائج إيجابية، وعلى المستوى القطاعي أيضا على المستوى الفلاحي أعتقد أن التقرير يعني الآن تجاوزنا المسألة فيما يتعلق بالإنتاج وأصبحنا نتحدث عن منظومة اجتماعية مرافقة لهذا الإنتاج الفلاحي، وهذا أمر إيجابي جدا، لأن هذا المسألة تحتاج أيضا إلى مجموعة من النقاط التي لو سمحت لي أذكر بأن ذكرها جلالة الملك فيما سبق فيما يتعلق بدور العقار في المناطق الفلاحية فيما يتعلق بالدور الاجتماعي للمجال القرار للمغرب، وهذه أشياء أخذتها الحكومة بالاعتبار انطلاقا كما تفضلت بالذكر من المقررات ومن التوجيهات التي سبقها جلالة الملك سواء حدد في مجموعة من الخطب والتوجيهات التي وجهها البرلمان كما هو الحال بالنسبة لخطاب افتتاح البرلمان مؤخرا.
نعم، وأيضا لا ننسى أنه أيضا السيد عز أخنوش في برنامج الحكومي ربما أعطى آليات لتوفير منصب مليون منصب شغل حين تحدث عن استمرار بعض الأوراش، مثلا على سبيل المثال الحصر برنامج انطلاقة، تعزيز هذا البرنامج، لا ننسى خطة الإنعاش الاقتصادي، لا ننسى خسائر الدولة من القطاع غير المهيكل والذي سيتم إدماجه بالنظر إلى منظومة الحماية الاجتماعية، وأيضا أن موجود نظرة اقتصادية ربما الاهتمام أكثر من هذا خلق مناصب الشغل، يعني خارج النمطية العلاقة بمعدلات النمو هو مسألة أساسية. لماذا؟ لأنه ترتبط أساسا بمسألة الاستثمارات العمومية إما للدولة أو الاستثمارات الخارجية القادمة للمغرب، وهذا كله سيكون إيجابي، وهذا الطبع الذي أحدث من خلاله الوكالة الوطني فيما يتعلق بقضية الاستثمارات وتدخل على مستوى مؤسسات الدولة فيما يتعلق بهذه النقطة، أو فيما يتعلق كما قلت بأنه جاذبية المملكة، لأن عندما نتحدث عن نسب النمو في المغرب نحن لا نتحدث عن أرقام جافة وجامدة باعتبارها ماكرو اقتصادية ثابتة، لهذا تحتاج دائما إلى نوع من التصاعدية، وقلت بأن هذا الأمر قد يعني يتم ضربه في اثنين ربما في حدود، لأن يعني المعدل الأساسي الذي من خلاله يمكن أن يكون المغرب دولة صاعدة يتراوح ما بين 7.5% أو 8% لسنوات متتالية، وهو أمر يعني يمكن تحقيقه، ولكن هذه الحكومة الحالية هي تمهد لهذه الانطلاقة لأنها تضع هذه الأرقام في مستويات أقل ولكن بطموح واقعي، لأن هذا ولكن دون مراعاة بعض المؤشرات الأخرى الاقتصادية لا سيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل انطلاقا من دينامية اقتصادية داخلية تحددها ومحورها ومحركها هو الدولة ومؤسسات الدولة والاستثمار العمومي، وهذا أمر أساسي لأننا من خلال خلق هذه الثروات على المستوى الداخلي يمكن أن نحرك أيضا المستوى الاجتماعي وأيضا بطموحنا، لما لا في أن نكون جاذبة للاستثمارات، الآن حققنا 17% من معدل النمو اليوم في جيب استثمارات للسنة، ويمكن أن نحقق أكثر من ذلك لأن المغرب كما ذكرت في بداية كلامك يعني هو مستعد لجلب نوع من الاستثمارات في شراكات متنوعة مع الولايات المتحدة الأمريكية مع مجموعة من الشركاء الأساسيين في الصحراء المناطق. سنعود لذلك، ومناخ الأعمال في المملكة المغربية أيضا يستقطب الاستثمارات الخارجية، ولا ننسى أيضا أن هناك كوادر بشرية مؤهلة وأن هناك شركات دولية في مجموعة من القطاعات التي نمت الاقتصاد الوطني وزادت من نسبة الصادرات الخاصة بالمملكة المغربية في مجموعة من الصناعات الثقيلة وغيرها، بالإضافة لمشاريع استراتيجية كالموانئ والطرق وغيرها. اليوم حين نتحدث دكتور عن بناء المورد البشري، عن تعزيز دور المقاولات، عن استمرار الاستثمار العمومي بغض النظر عن الأزمة الخانقة الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا، هنا نتحدث عن بناء لدولة مغربية قوية عبر بناء الموارد البشرية التي تعتبر هي الاستثمار الأنجع بالنسبة لأي دولة، وهذا كله يصب في خانة تعزيز مكانة المغرب في ظرفية دولية قد نقول استثنائية نوعا ما، وفيها الكثير من المتغيرات، لأنه بالفعل نحن لا يمكن أن ننفصل عن جوارنا، هناك بعض المشاكل التي تحدث وبعض الدول التي لا يعجبها ربما التطور الذي يحدث الآن في المملكة المغربية، وتلك الشراكات المتنوعة والدعم الذي تحظى به القضية المركزية قضية الصحراء المغربية. كيف يمكن للمغرب أن يواصل المسير بغض النظر عن العراقيل التي قد توضع في طريق التنمية وأيضا التقدم؟ يعني أنا أعتقد أن للمغرب قوة أساسية مركزة ومتمحورة حول وحدة أساسية، وحدة دولة يقودها رئيس دولة التي هو جلالة الملك، ويتمحور حوله شعب يعني يؤمن بقضاياه سواء ذات طبيعة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، هذا أمر أساسي، وهذا أمر قد يزعج كثيرين كما قال جلالة الملك به ربما في قال بأنه يعني المغرب لديه عداوات ولديه جوار، ربما أتحدث عن جوار وعن منظومة معادية قد تكون ممتدة ليس فقط مستوى الجوار المباشر ولكن أيضا في مستوى الجوار غير المباشر والقريب ربما، ولكن المغرب كما قلت يعني استحضارا أيضا لكلام جلالة الملك لديه ذاكرة ولديه تاريخ ويتعامل مع هذه المتغيرات بشكل أساسي. من الكلمات التي أستحضرها أيضا مسألة السيادة وعودة هذه السيادة لتطبيق قوة بالنسبة للدول،
وبالتالي صناعة هذه السياسات الخارجية اليوم قد لا تعتمد كثيرا على هذه على المحيط الإقليمي، على المحيط الاندماج، على الاندماجات الإقليمية، خاصة في الوضع الذي يعرفه المغرب من نوع من عداء مستفحل مع جيرانه أساسا أو مع جار أساسي المعروف بدون ذكر اسمه. وبالتالي فهذا أعتقد أن هذا الأمر يعني يعطينا يعني أعطانا قوة أكثر مما أعطانا ضعفا الذي كان ينشده خصوم المغرب. يعني هذا الوضع الذي دفع المغرب هو الذي دفع المغرب لإيجاد هذه السياسات وإخلاج هذه الطاقات البناءة وإخلاج هذه التصورات الكبيرة بما فيها النموذج التنموي للوجود وإخراج هذه المنشآت المتعددة وهذه الرؤى الطموحة فيما يتعلق. المغرب الآن هو يضع في سكة التنمية والتقدم، يضع قدما ويضع هذه المسارات المتراكمة، ولكن يعني ما هو الوضع فيه بالنسبة للدول الأخرى؟ ما هو وضع أعداء المغرب مجاورين إلى آخره على المستوى الاقتصادي، على مستوى البرامج، على مستوى التصورات؟ أنا أعتقد أننا بدون دخول في نوع من البوليميك أو من يعني التجاذب غير المناع، أعتقد أن المغرب يضع خطة أساسية فيما يتعلق بشراكاته الخارجية وبنية أساسية لهذه الشراكات على المستوى الإفريقي. ستكون إن شاء الله أعتقد أنه المغرب كله مجند لهذه الشراكة الإفريقية، ولكن أعتقد أن المحور الأساسي في هذه الشراكة مرتبط بالأقاليم الجنوبية المغربية وبالصحراء المغربية، وبالتالي نحن نرى هذه البنية التحتية التي توجد اليوم كبنية تحتية أساسية للإقلاع الاقتصادي فيما يتعلق بالطرق، بالموانئ، بالمطارات وغيرها من الجوانب الجانب الاستثمارات، وكيف أن هذه المناطق التي كانت في مرحلة من المراحل يعني مناطق صحراوية أصبحت الآن هي لها جاذبية كبيرة في المستوى الاقتصادي، وهذه الجاذبية لا تخلق بالقوانين وبالتصورات، هذه الجاذبية تخلق من خلال عمل دؤوب ومن خلال التواصل الأساسي ومن خلال إقناع الرأسمال الأجنبي والخارجي بهذه الاستثمارات وبجدوى هذه الاستثمارات وبأمان هذه الاستثمارات على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى القضائي وغيرها من المستويات. وأنا أعتقد أن هذا النجاح الذي يحققه المغرب اليوم على هذا المستوى الاستراتيجي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية باعتبارها محورا أساسيا للسياسة الخارجية المغربية إفريقيا سيكون أيضا دافع لأنكم نوع على علاقاتنا وشراكاتنا مع قوى أجنبية وقوى عظمى ربما في العالم المتنوع اليوم. نحن نرى بأنه لدينا شراكات أساسية مع الاتحاد الأوروبي وعدو الاتحاد الأوروبي، ونستطيع من خلال هذه الشراكات أن يعني نضمن قدرا من مصالح الأساسية للمغرب. أحيانا قد يتم المس بالمستوى التعاون المغربي الاوروبي في مستويات قانونيه، وبهذا امر يعني مخجل بالنسبه للشريك الاساسي بالنسبه للمغرب الذي هو الاتحاد الاوروبي. ولكن على كل حال المغرب يتحمل هذه المسؤوليه فيما يتعلق بشراكته وبمعاهده وبعهوده واتفاقيته لا سيما التجاريه. وانا اقول بان ارض الله واسعه على كل حال بالنسبه للمغرب في علاقات استراتيجيه ايضا مع الولايات المتحده، مع بريطانيا، مع باقي دول العالم، لان المغرب لا اعتقد ان لديه خيارات يعني ذات طبيعه يعني محدودة تفرق بين هذا وذاك. نعم. ولكنها يعني تبقى دائما مبنية على مبدئية أساسية مرتبطة بسمية الطرح المغربي وطموحه التنموي، وأيضا بمسألة أساسية مصلحية أساسا بما يتعلق بإنماء وتقوية المستوى الاقتصادي للمغرب وتنافسيته الخارجية. في ذات الإطار يعني لا يمكن أن ننكر بأن هذه الحكومة أيضا تأتي وسط زخم دبلوماسي كبير، سواء تعلق الأمر بتعزيز مكانة المملكة المغربية عبر شراكات سياسية وأحلاف هنا وهناك وأخرى اقتصادية تبنى، سواء كما تفضلت مع دول الاتحاد الأوروبي فرادة وجماعات، تبنى مع دول الخليج العربي، تبنى مع الجار الأفريقي، بكون المغرب اليوم من أهم المستثمرين في القارة السمراء وفقا لسياسة رابح رابح. هذه كلها أوراش وتوجهات يعني ملكية تؤتي أكلها اليوم وتشجع أيضا حتى تحفيز الاقتصاد الوطني، ولكن في الشق السياسي لا يمكن أن نتجاوز عن الاعتراف الأمريكي التاريخي بسيادة المملكة المغربية الكاملة غير المنقوصة على الصحراء المغربية، وما أثار هذا القرار ربما من قلق لدى البعض ولكن من استحسان لدى البعض الآخر، حتى أن الداخل والعيون اليوم يعني تعج بالقنصليات الأفريقية والعربية وغيرها. كل هذه المتغيرات قال أخنوش بأنه سيواصل العمل في هذا المجال عبر استثمار أفضل في الإجماع الوطني على القضية المركزية اللي هي وقضية الصحراء المغربية، مواصلة المشاريع التنموية الخاصة بالأقاليم الجنوبية، وأيضا دعم الدبلوماسية المغربية في هذا الإطار. كيف تنظر للدور الحكومي المنتظر في مجال القضية المركزية، قضية الصحراء المغربية، والتي يعني اليوم تعيش على وقع إجماع عالمي إن صح التعبير على المقترح الخاص من المملكة المغربية اللي هو مقترح الحكم الذاتي؟
حقيقة أنا أعتقد أن المغرب ينسج سياسة خارجية وطنية مبادرة وطموحة، وإذا كانت هناك دول تريد أن تقول لها سياسات معادية لطموح المغرب ومعادية لتوجهاته وإنجاحاته، هذا شأنها، لأن المغرب يبني سياسة ذاتية أساسية، ولكن هناك من يبني سياسته انطلاقا من تخريب هذا التوجه أو من خلال الحد منه إلى آخره، وهذا اختيارات الدول ولله في خطه شؤون على كل حال. لهذا أنا أعتقد بأنه بالنسبة للمغرب وبالنسبة لسياسة المغرب فيما يتعلق بالمستوى الخارجي، طبعا نجاحاتنا التي حققناها على مستويات متعددة منطلقة أساسا من عدالة قضيتنا الوحدة الترابية، عدالة الوحدة الترابية بالنسبة للمغرب ليس فقط فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية ولكن بكل المناطق التي لا زالت تحت الاحتلال الأجنبي بالنسبة للمغرب. وأعتقد أن عدالة هذه المواقف هي التي دفعت بكثير من الدول للتفكير في يعني التعامل مع المغرب انطلاقا من هذه الحقيقة الأساسية. ولكن دعني أذكر أيضا بأن هذه النجاحات جاءت من خلال اسمح لي لدقيقة واحدة ربما، يعني من خلال أقل من دقيقة دكتور لأنه ملتزمين بنشرة أخبار، إن كان بالإمكان 20 ثانية لو سمحت. نعم، إذا يعني العمل الاقتصادي الدؤوب، وإذا كان لم تكن هذه الحكومة المبنية على الرؤى الاقتصادية ورئيس حكومة الذي له يعني باع وخبرة كبيرة جدا في المجال الاقتصادي لديها هذه الطموحات الاقتصادية، أعتقد أن ليس هناك حكومة أخرى في المغرب يمكنها أن تلعب هذا الدور. هذا من باب التشجيع ومن باب الأمل ومن باب الاستشراف الإيجابي. أشكرك دكتور خالد شياد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، كنت معنا مباشرة من وجدة، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة، لكم أجمل تحية، ما كنتم وإلى اللقاء.